السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة السابعة من الوحدة الخامسة، مظاهر الحياة عند الحيوانات، المرجع المفيد في النشاط العلمي للمستوى الثاني. إذا عنوان درس اليوم: كيف تتنقل الحيوانات في الهواء؟ كيف تتنقل الحيوانات في الهواء؟ الأهداف التعلمية: اكتشفوا أعضاء التنقل في الهواء عند الحيوانات التي تطير، وميزوا بين أعضاء التنقل في الهواء. إذا اكتشفوا أعضاء التنقل في الهواء عند الحيوانات التي تطير، وميزوا بين أعضاء التنقل في الهواء. إذا لاحظوا معي في الصورة الأولى: صقر يتنقل في الهواء. إذا صقر يتنقل في الهواء. والصورة الثانية: خفاش أيضا يتنقل في الهواء. إذا هذين طائرين، الصقر والخفاش، يتنقلان في الهواء. إذا ما هو السؤال؟ ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من الطيران؟ علامة استفهام. إذن ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من الطيران أو من التنقل في الهواء، من الطيران؟ إذا نقترح جوابا: تتوفر الحيوانات الطائرة على أجنحة، لاحظوا معي، جناحان جناحان. إذا الجناح الأول مكسو بالريش، والجناح الثاني مكسو بالجلد، بغشاء جلدي. إذا تتوفر الحيوانات طائرة على أجنحة تمكنها من الطيران. نقطة. لن تتوفر الحيوانات طائرة على أجنحة تمكنها من طيران. إذا أنجز التجربة ثم أملأ الفراغ بما يلي: ضروريان الأجنحة. إذا ألف جناحي حمامة بشريط. إذا لاحظوا معي في الصورة، قاموا بلف جناحي الحمامة بشريط، ما الذي سيحصل؟ الجناحان لاحظوا لن تتمكن من الطيران. حين نلف أجنحة الحمامة من الطيران، لن تتمكن من الطيران. إذا الجناحان ضروريان للطيران. لاحظوا معي في الصورة الثانية، الحمامة تطير في الهواء. إذا يستعمل الحمام ماذا يستعمل الحمام؟ الأجنحة للطيران، الأجنحة للطيران. إذا الجناحان ضروريان للطيران، يستعمل الحمام الأجنحة للطيران. ولاحظوا أجنحة الحمامة والخفاش، ثم أملأوا الفراغ بما يلي: الريش، غشاء جلدي. إذا لاحظوا معي جناح الحمامة، مكسو بريش. إذا بالريش، جناح الحمامة مكسو بالريش. إذا جناح الخفاش مكسو بماذا؟ بغشاء جلدي، غشاء جلدي. بغشاء جلدي.
إذا استخلص، ماذا سنستخلص من هذا الدرس؟ للتنقل في الهواء تستعمل الحيوانات الطائرة الأجنحة، تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. إذا للتنقل في الهواء تستعمل الحيوانات الطائرة الأجنحة، تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. إذن للتنقل في الهواء تستعمل الحيوانات الطائرة الأجنحة، تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. إذن السؤال الأخير أثبت، ألون بالأزرق أعضاء الطيران. إذن لدينا طائر ولدينا خفاش. إذن الطائر يستعمل الأجنحة المكسوة بالريش للطيران، سنلونه باللون الأزرق، سنلون الأجنحة باللون الأزرق أعضاء الطيران لدى الطائر أو العصفور. بالنسبة للخفاش يستعمل أجنحة مكسوة بغشاء جلدي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.